هو الزمالك رايح على فين يا برنس؟ نادي الزمالك دلوقتي ما فيهوش فلوس، نادي الزمالك دلوقتي مش عارف يجدد لبن شرقي، نادي الزمالك دلوقتي مش عارف يجيب صفقة تقيلة للموسم الجديد. تصريحات نارية من عمرو أديب وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك يا برنس، التصريحات اللي كانت في مكالمة هاتفية بين عمرو أديب وحسين لبيب في برنامج عمرو أديب برنامج الحكاية. عمل يا برنس حسين لبيب كمية تصريحات نارية، قال لك نادي الزمالك الفترة اللي فاتت ديت كان عايش على فلوس تركي آل الشيخ. وعمرو أديب قال لك ازاي بطل الدوري مش عارف يجدد ليه لعيبه ومش عارف كمان يجيب صفقات، اما النادي الاهلي الخسران الدوري جايب صفقات وبيعمل حفلات وبيعمل كل حاجه. طب ازاي؟ النهارده بقى هنتكلم على كميه تصريحات ناريه يا برنس وهتعجبك جدا وهتهمك جدا جدا. ولكن ما تنساش اللايك بتاعك اللذيذ، ولو انت اول مره تشوفنا يا ريت يا برنس تنزل تشترك معانا في القناه وتفعل زر الجرس وتصلي على سيدنا محمد وتعالى علالي. نادي الزمالك خلينا نتفق ان هو بيمر بفتره صعبه جدا جدا بعد فوز نادي الزمالك بالدوري. نادي الزمالك داخل على ازمه لبين شرقي، نفس ازمه فرجاني هي بتبكي الاصل بتاع بن شرقي يا برنس. بن شرقي حرفيا حسين لبيب قال لك بن شرقي المطالب بتاعته بتعجزنا، انه بن شرقي طالب مطالب كبيره جدا وطالب راتب عالي جدا جدا. ونفس التصريحات ديت قالها خالد الغندور على قناته على اليوتيوب، قال لك بن شرقي رفض التجديد. ولكن تيجي تبص قال لك التصريح المهم جدا واللي تركي الشيخ طلع رد، اللي تركي الشيخ طلع بعديها رد يا برنس، قال لك انا يا ريت ما حدش يجيب سيرتي بعد الاستثمار. ده تركي الشيخ قال لك انا كنت مستثمر في مصر من سنوات وبعد كده خرجت خلاص من سنين وماليش دعوه بمصر الحبيبه وشعب كل حاجه. يعني تركي الشيخ كده حرفيا قال لك انا ماليش دعوه. ولكن حسين لبيب التصريح ده ماريا برنس، اللي هو بيقول لك نادي الزمالك الفتره اللي فاتت كان عايش على فلوس تركي الشيخ، نادي الزمالك الفتره اللي فاتت عايش على فلوس تركي الشيخ. فتيجي تبص طب يا عم هو نادي الزمالك طب هو بيجيب فلوس منين؟ نادي الزمالك الموارد بتاعته اللي بتدخل له فلوس هي ايه؟ ما هو نادي الزمالك بيمر بمشاكل، نادي الزمالك فيه مشاكل كبيره جدا جدا، التجديد ومكافاه الدوري اللي اللعيبه لغايه دلوقتي ما خدتهاش واللي اللعيبه رفضت نزول التمرين عشان مكافاه الدوري. تيجي تبص نادي الزمالك بيمر بازمه، بيمر بازمه ماليه ماليه حرفيا يا برنس، فلازم حل. لما طلع حسين لبيب قال لو كل واحد زملكاوي، ده تصريح برضه من ضمن التصريحات، قال لك لو كل واحد مشجع زملكاوي بيحب الزمالك من قلبه مليون واحد، لو كل واحد اتبرع ب 100 جنيه هيبقى معانا 100 مليون جنيه، هنقدر نجدد لبن شرقي وهنقدر نجيب بيهم صفقات. فتيجي تبص شويه التصريح ده، طب ما هو المشجع الزملكاوي عاوز ايه؟ المشجع الزملكاوي بيبص للنادي الاهلي، ما هم الاهلي برضه بيجيب صفقات وبيجيب لعيبه ولكن ما عندوش المشاكل اللي عند نادي الزمالك. قالها حسين لبيب برضه في تصريحاته مع عمرو اديب، قال لك الاداره نادي الزمالك اللي هو السبب اللي فيه، السبب اللي ازمه نادي الزمالك فيه دلوقتي هي الاداره. الإدارة اللي فاتت ما عندوش إدارة بتدير بشكل كويس جدا، ما عندوش إدارة بتبص لقدام نادي الزمالك هيروح على فين. فحسين لبيب تحس إن هو فتح ملفات نارية يا برنس، فتح للناس اللي بيحصل في نادي الزمالك. تحس إن حسين لبيب ده من رؤساء النوادي ليه على نياتها جدا، اللي هو لا بيلف ولا بيدور، بيقول الصراحة فين وزي ما تيجي تيجي، هو ده رئيس النادي. ولكن النوعية من شخصية رئاسة يعني رئاسة النادي ده ما تنفعش، ما تنفعش مع نادي الزمالك. عاوز بقى اللي ايه يلا يا ابني انت اهو، عاوز الشخصية ديت. ولكن حسين لبيب فتح ملفات نار نار يا باشا، خلي تركي الشيخ يرد، خلى جمهور نادي الزمالك مش عارف ايه اللي بيحصل، خلى الناس في في نادي الزمالك نار. تيجي تبص يا جماعه وايه اللي حصل بعد ما الزمالك كسب الدوري؟ ايه ده؟ ايه كميه القضايا وكميه الغرامات اللي على نادي الزمالك وكميه المشاكل اللي على نادي الزمالك؟ كل ده عشان نادي الزمالك خد الدوري. ده جمهور نادي الزمالك بيقول كده من حقه، بيقول لك هو اللي بيحصل يا جماعه؟ ايه اللي بيحصل في نادي الزمالك؟ اشمعنى احنا؟ ما هو الاهلي بيكسب عادي ولا في مشاكل ولا في بتاع، اشمعنى نادي الزمالك؟ اشمعنى نادي الزمالك لما كسب الدوري كل المشاكل دي ظهرت؟ فتيجي تبص لا في مشكله في نادي الزمالك، هي اداره، الاداره ولكن تراكمات،
اللي هي ايه يا برنس؟ مره على مره ازمه على الالف. تيجي نحسبها كده ببساطه، لو قعدت مثلا في مشكله الف، فمشكله في بعدها الف، هتقعد تجمع الف. احنا بنتكلم على ابسط مثال، ولكن هم ملايين، هم ملايين، ولكن انا بقول لك ابسط مثال الف على الف، هتقدر تجمع مبلغ كبير جدا وانت ما عندكش الموارد اللي بتقدر تصرف على النادي. يعني انت تشوف مصروفاتك قد ايه، وبعد كده تشوف الايرادات بتاعتك. يعني انت مثلا بتصرف 100 مليون، المفروض الايرادات بتاعتك تعدي ال 120 مليون عشان تقدر تصرف كده وتجيب صفقات وتبقى زي الناس. هتقدر؟ ما انا بصرف 100 مليون واللي بيخش لي 50 60 مليون، طب اجيب منين ال 40 وال 50 مليون التانيين؟ اشحتهم؟ هتقعد بقى تاجل وتعمل قضايا وتعمل فالموضوع. وتيجي تبص ابسط مثال من قريب، من قريب يا برنس، هو مثال حمدي النقاص. حمدي يعني نادي الزمالك، هو مش جايب حمدي، مش جايب النقاص يعني فني ولا اي حاجه، هو جايب فلوس. يعني المشكله ماليه، مش عارف يجيب له فلوس منين، مش عارف يجيب له فلوس منين. فانت لما تيجي تبص للموضوع ده، نادي الزمالك بيمر بازمه، بيمر بازمه حرفيا ماليا. ولما طلع حسين لبيب قال لك كل الكلام ده، ان كان تركي الشيخ، لو جيت بصيت ان تركي الشيخ هو اللي كان بيدفع عقد فرجاني ساسي، هو اللي كان جايب فرجاني ساسي هديه لنادي الزمالك، وهو اللي كان متكفل بعقد فرجاني ساسي. لما مشي، لما تركي الشيخ مشي من مصر بقى خالص وبطل يعني الاستثمار في مصر، فنادي الزمالك بقى هو اللي بيدفع عقد فرجاني ساسي، وعقد فرجاني ساسي هو كان اعلى عقد موجود في مصر، هو عقد فرجاني ساسي. فنادي الزمالك ما عندوش القيمه الماليه العاليه جدا ان هو يقدر يدي الفرجاني، فادى ده تراكمات. فانت هتاخد من اللعيب ده عشان ادي لمين؟ لفرجاني. ابسط مثال، هتاخد مثلا من زيزو عشان ادي الفرجاني، هتاخد من طارق حامل عشان ادي الفرجاني، عشان تقدر تجمع العقد بتاع فرجاني ساسي. فده ادى ان في مشاكل في نادي الزمالك، ادى ان في مشاكل ماليه. نادي الزمالك دلوقتي بيمر بمشكله ماليه حرفيا يا برنس. تيجي بقى بص على تصريح عمرو اديب، قال لك ازاي؟ يعني ازاي الزمالك اللي بطل الدوري مش عارف يجدد لعيبه، ولا عارف يجيب لعيبه جديده، ولا عارف يعمل اي حاجه، ولا حفله حتى للدوري اللي الزمالك كسب بيه؟ مفيش. قال لك تيجي تبص للاهلي اللي خسر الدوري، الاهلي اللي خسر الدوري جاب صفقات، عمل حفله، عمال يجدد اللعيبه، جدد المعلول والسوليه. فانت تيجي تبص، في فرق، في فرق يا برنس في الحكايه، في فرق في الموضوع، التركايه دي في فرق. النادي الاهلي بيشتغل صح. لما سالوا عمرو اديب، سال لحسين لبيب، قال له هو ليه الاهلي عامل كده؟ قال له الاهلي ماشي بمنظومه صح، قال له الاهلي ماشي بخطه صح، عشان كده الاهلي معاه فلوس، عشان كده الاهلي ماشي يعني ما بيفتحش قوي. انت اخرك مثلا 20 مليون في السنه، 15 مليون في السنه، مش هنقل عن الريتم ده، سواء انت لو كنت مين. مش عاجبك امشي يا حبيبي، مع السلامه، ما بنقفش على حد. هو ده الاهلي، هو ده الاهلي، وهي دي شخصيه الاهلي، ما بيقفش على حد. فلما تيجي تبص نادي الزمالك في مشاكل، في نادي يعني نادي الزمالك في مشاكل كبيره جدا، وما تعرفش المشكله ديت او المشاكل ديت حلها ايه في الاخر، او ما تعرفش نادي الزمالك هيعمل ايه في الاخر يا برنس. ولكن انا اتمنى ان نادي الزمالك ان هو يعني يحل المشكله بتاعته ديت، وان شاء الله نادي الزمالك يقدر يخرج من الازمه الماليه اللي هو بيمر بيها بالفتره الاخيره ديت باذن الله يا برنس. عشان لو ما فيش اهلي ما فيش زمالك، ما فيش زمالك ما فيش اهلي. فيا ريت يا رب يعني نتمنى ان نادي الزمالك يخرج من الازمه الماليه ديت، ونشوف دوري جديد قوي جدا جدا، ونشوف نادي الزمالك جايب صفقات تقيله، ونشوف نادي الزمالك بيدعم فريقه بصفقات ويحل الازمه الماليه ويجدد بالبنشري وكل الكلام ده، عشان نشوف المنافسه، عشان نشوف المنافسه الحلوه اللطيفه يا برنس. وان شاء الله نادي الزمالك يعني يخرج من الازمه الماليه اللي هو بيمر بيها ديت يا برنس. ولكن وصلنا لغايه نهايه الحلقه، يا ريت ما تنساش اللايك بتاعك، وتصلي على سيدنا محمد، وانت عمر شفنا تنزل تشترك معانا في القناه وتفعل زر الجرس يا برنس. وسلام.